أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، كما تشاهدون هذا بداية الثمر للسدر التفاحي. طبعا السدر التفاحي يمتاز من أفضل أنواع السدر، يعتبر كمصدر اقتصادي مفيد. إذا تشاهدون أعزائي، طبعا يعني خاصة هذا الموسم أغلب العالم يعانون من أمراض بالثمار وثمار السدر، والسبب مالتها عدم المكافحة. وأنا دائما أذكر للأخوة المشاهدين المكان اللي يكون بزرع، يعني الفلاح يزرع ودائما يرش المبيدات، يعني دائما هو متابع للأشجار مالته والخضروات بصورة عامة وتتكافح. فإذا تشاهدون أعزائي غزارة الحمل، يعني ما شاء الله جيدة جدا. فأغلب العالم مثل ما ذكرت السنة يعانون من الأمراض اللي صارت بالحمل بالثمر. فالتصوير أبلغ من الكلام. إذا تشاهدون أعزائي، هذا السدر التفاحي اللي يكون ذو جدوى اقتصادية عالية. طبعا السدر يحتاج نهاية الموسم تقليم، انه يتقلم تقليم جائر. اضافة الى ذلك، وقت الحمل او قبل الحمل لازم يتابع متابعة جيدة للتخلص من الآفات والحشرات الضارة. تشاهدون اعزائي غزارة الحمل، لكونا الفلاح اللي موجود هنا يكافح مستمر يتابع الزرع ويتابع أشجار السدر. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا رب يزيد وبارك. اخواني الاعزاء، بصورة عامة نشجعكم على زراعة النخيل البرحي وعلى اشجار السدر، وخاصة صنف التفاحي اللي هو ذو جدوى اقتصادية عالية وجيدة. هذا السدر التفاحي طبعا وقت التطعيم بالنسبة اللي يريد يطعم من هاي الأنواع، وقت التطعيم يكون من شهر الثالث إلى شهر الخامس، وأفضل وقت للتطعيم أفضل الأوقات اللي هي من منتصف الرابع إلى منتصف الخامس. أفضل وقت وأنجح وقت للتطعيم، يكون التطعيم أكثر نجاح. مثل ما جاي يشاهدون أعزائي، هذا هو السدر التفاحي. طبعا مثل ما ذكرنا من أجود أنواع السدر اللي هو السدر التفاحي، محافظة البصرة. هذا الحمل،
طبعا منظر أشجار السدر منظر جميل. يعني حبذا لو كل واحد يزرع بحديقة البيت أو أمام البيت، يعني هم شجرة دائمة اللون الأخضر والاستفادة من الثمار مالتها، وشجرة مو مكلفة، يعني الأسعار مالتها مو غالية، متواجدة بالمشاتل ما يتجاوز سعرها 1000 دينار، تزرعها بعد سنة تطعم، يتم تطعيمها بالصنف التفاحي أو غير التفاحي من الأصناف الجيدة.